عن هجوم وصف بالنادر للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد القوات الحليفة للحكومة السورية والقتلى بالعشرات، على الرغم من تباين الأرقام والإحصاءات. الهجوم النادر فعليا لواشنطن على قوات قاتلت معها ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية سابقا، استدعى تنديدا روسيا وسوريا، وشكل مفاجأة للمراقبين، خاصة أن واشنطن تتحدث عن دفاعها عن حلفائها في قوات سوريا الديمقراطية الذين لم تدافع عنهم في عفرين مثلا حسب قولهم. ما دلالة توقيت ضربة التحالف الدولي بقيادة واشنطن؟ ما فحوى الرسالة الأمريكية؟ لماذا توجه موسكو أيضا لوما للقوات الموالية للحكومة السورية وربما للنظام السوري، وتتهمهم بعدم التنسيق معها في الدخول إلى هذه المنطقة؟ بداية تقرير حول المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات وندخل في عمق النقاش. المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات بين قوات موالية للنظام السوري وأخرى كردية مدعومة بقوات أمريكية خاصة تقع ضمن خط فض اشتباك أنشأته واشنطن وموسكو سبتمبر الماضي. وطبقا لاتفاق خفض التصعيد، تلتزم الطائرات الحربية الروسية التي تقدم إسنادا جويا لقوات النظام السوري بالتحليق في سماء الضفة الغربية من نهر الفرات ألا تتجاوز خط النهر الفاصل إلى المناطق الواقعة إلى الشرق منه. وتقع المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات ليلا في غرب الفرات، تحديدا قرب حقل العمر الاستراتيجية الذي يعد الأهم نفطيا في سوريا، وهي المنطقة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية والكردية والتي تعرضت للهجوم من جهة الشرق، حيث تتواجد القوات الموالية للنظام السوري. عمليا وبحسب الاتفاق بين موسكو وواشنطن، يحق للأخيرة التدخل في شرق الفرات لحماية قواتها، وهو ما لا ينطبق مثلا على مدينة عفرين السورية التي تتعرض فيها القوات الكردية لهجوم من الجيش التركي، لأنها تقع في غرب الفرات وهي المنطقة التي لا يحق للقوات الأمريكية التوغل فيها. أحب ضيوفي في النقاش، بداية بضيفي من بلدة عين عيسى في شرق سوريا، معي عبر خدمة سكايب السيد مصطفى بالي المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية قسد. من دمشق أرحب بضيفة الدكتورة أشواق عباس، عضو مجلس الشعب السوري وأستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة دمشق. من واشنطن معي الدكتور عماد عبد الهادي، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. أهلا بكم جميعا في هذا الجزء من المسائية. يا هلا، ندخل في النقاش. صراحة لدي أسئلة كثيرة حول هذه الضربة، ما دلالاتها، رسائلها أيضا، يعني أي تداعيات لها. أبدأ معك دكتور عماد عبد الهادي، لأن الضربة أمريكية وإن كانت للتحالف الدولي، عملية يعني صراحة قيل أنها استمرت 3 ساعات. لأول مرة حسب المعلومات أيضا تقصف قوات التحالف قوات يعني تابعة للحكومة السورية أو موالية لها في تاريخ هذا الصراع في الملف السوري. ومن هنا بالطبع السؤال هو: ما فحوى الرسالة؟ أهمية التوقيت؟ ولمن هي موجهة هذه الرسالة الأمريكية؟ أولا، وفقا للتصريحات الرسمية الصادرة عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية الكولونيل ديلن، أوضح أن هذا كان ردا على العدوان. ثانيا، أوضح أن هذا كان بالتنسيق مع روسيا. ثالثا، القوات الموالية بالتنسيق مع روسيا للنظام السوري أو قوات بالتنسيق مع روسيا، هو صرح ذلك أننا تم التنسيق مع روسيا، لأن هناك اتصالات، خط اتصال دائم بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بأي عمليات عسكرية هناك، تفاديا لأي احتمالات لخطأ أو نيران صديقة أو أي شيء من هذا القبيل. هذه هي التصريحات الأمريكية الرسمية، أنه تم التنسيق مع روسيا. بالمقابل، كما أشار تقريركم، موسكو لامت الجانب السوري لأن هذه القوات لم تنسق مع هذه القوات، دخلت هذه المنطقة المفروض ألا تتجاوزها، لأن الخط الفاصل هو نهر الفرات بين الشرق والغرب، وهذه إحدى مناطق خفض التصعيد. أيضا شيء ملفت للنظر جدا في تصريحات الكولين رايان، أنه قال: نتمنى ألا نفعل ذلك
أو نكرر ذلك مع تركيا. أعتقد أن الرسالة واضحة جدا، لأننا في الأيام الأخيرة نسمع كلاما بلاغيا كثيرا جدا صادر عن تركيا، عن أنقرة، عن أردوغان. بأن الخطوة القادمة هي منبج، ومطالبة للقوات الأمريكية بالرحيل عن منبج. والقوات الأمريكية ممثلة في القيادة المركزية ردت وقالت ليس لدينا أي خطط بالدرجة الأولى لنقل قواتنا من هناك. فالضربة معنية بالدرجة الأولى بها تركيا أن الولايات المتحدة بقيادتها للتحالف ستدافع عن حلفائها قوات سوريا الديمقراطية بالدرجة الأولى في هذه المنطقة شرق الفرات، بغض النظر من يعني سيتهجم على قوات سوريا الديمقراطية. وإن جاء يعني هذا القرار الأمريكي متأخر، سأتحدث عن هذا الموضوع، ولكن دعني أرحب بضيفتي مجددا دكتورة أشواق عباس. دكتورة أشواق عباس، الجانب الأمريكي نسق مع الجانب الروسي حسب التصريحات. روسيا تلوم القوات الموالية للحكومة السورية، بمعنى آخر هي تلوم الحكومة السورية لعدم التنسيق معها، خاصة قاعدة حميميم. ماذا يعني ذلك؟ تلقين درس لحكومة دمشق إن لم تنسق معنا وتقومين باستطلاعات أو تقومين بهجمات دون التنسيق معنا؟ هذا هو الدرس لك وهذا هو الرد وإن كان من الجانب الأمريكي، كيف تقرأين ذلك؟ بداية مرحبا بك وبجميع المشاهدين الكرام. يعني فقط أريد أن أبدأ بتعليق بسيط، يعني غريب يعني المنطق الأمريكي بأن شرق الفرات هم قوات سوريا الديمقراطية أصدقاء حلفاء يستدعي الدفاع عنهم، وغرب الفرات هم ليسوا أصدقاء وليسوا حلفاء ويمكن لهم الموت تحت الاحتلال أو العدوان التركي. هذا أولا. اثنين، لا أنا لا تهمني هنا من هو المصرح الأمريكي، لم أسمع التصريحات الأمريكية لتقول بأنه جرى العدوان أو هذا الضربة العدوانية بالتنسيق مع الروسي، والدليل أن التصريحات الروسية اليوم كانت حادة جدا وتحدثت أن أمريكا قامت بهذا العدوان وليس الهدف منه هو كما يعني أكدت التصريحات الروسية هو حماية قوات سوريا الديمقراطية، إنما السيطرة على موارد اقتصادية، وهذا يعني أن ليس هناك تنسيقا روسيا أمريكيا فيما جرى بالأمس من عدوان أمريكي على قوات رديفة أو قوات موالية للدولة السورية. لذلك أعتقد أن التصريحات الأمريكية دائما نحن نسمع فيها نوع من التناقض، يخرج رئيس أمريكي يدلي بتصريحات، وزير خارجيته يمكن أن يناقضه، المتحدث باسم البيت الأبيض يناقضه، المتحدث باسم CIA يناقضه. لذلك نحن متعودون على التناقض في التصريحات الأمريكية. عذرا، ولكن أيضا روسيا هنا روسيا هنا تناقض نفسها، يعني هي حملت مسؤولية صحيح لواشنطن، ولكنها لامت الجهة السورية لأنها لم تنسق أيضا معها، وقيل بأن هذه الخطوة لم تتم بالتنسيق معها، فإذا أنت فعلت هذا بنفسك. هذا ما تمت قراءته، كيف تقرأين اللوم؟ اللوم هو المهم، لماذا لم يتم التنسيق؟ خلينا نتفق بالبداية أنه هذه الأرض من أقصاها إلى أقصاها هي أرض سورية. عندما يتخذ الجيش العربي السوري قرار عبر قواته أو قوات رديفة بالدخول إلى أي منطقة فسيدخل لها، وقد جرت الكثير من الحالات اللي دخلت فيها قوات الجيش السوري إلى مناطق لم يكن هناك رغبة روسية بأن تدخل القوات السورية إليها، ودخلنا وحررناها وتم استعادة لأراضي الدولة الأراضي التي تم احتلالها أو السيطرة عليها من قبل المجموعات المسلحة. اثنين، خلينا نكون أيضا منطقيين في هذه المنطقة، في هذه المنطقة التي تدعي أمريكا بأنها غرب الفرات هناك فقط لكي لا تروح مني هذه النقطة. أعذريني، قلتي أنه كان هناك عدة مناطق دخلت إليها القوات الحكومية السورية دون التنسيق مع روسيا وتم تحريرها، ولكن هل هذه المناطق التي تتحدثين عنها تتواجد فيها القوات الأمريكية مع قوات سوريا الديمقراطية، تحديدا القوات الأمريكية؟ نتحدث عن منطقة حساسة كدير الزور، هناك تفاهمات بالتقسيم، بغض النظر هي أرض سورية، ولكن هناك تفاهمات، هل جرى ذلك من قبل؟ نعم، جرى ذلك من قبل. التنسيق يومي بين روسيا وبين سوريا، لكن في بعض المناطق كان الروس لا يرغبون أن تدخل القوات السورية الآن إليها بسبب تفاهمات أو بسبب تطورات الوضع أو يعني أقول لك الميزان الإقليمي والدولي. الجيش السوري على سبيل المثال في ريف حلب في الأحياء الشرقية مدينة حلب دخل الجيش إلى بعض المناطق ولم تكن لدى الروس رغبة الآن في دخول الجيش السوري إليها، ودخلناها وتم تحريرها. نتكلم اليوم عن إرادة، الأهم في كل ما يجري دخول الجيش أو عدم دخول الجيش هو قرار القيادة السورية. ما جرى بالأمس تحديدا، هناك هذه القوات موجودة وهي تقاتل داعش، وليس كما ادعت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تقاتل قوات قصد
تمام؟ هي موجودة وداعش موجود في المنطقة غرب الفورات، فلماذا لا تقاتله أمريكا وتذهب بضرب إلى ضرب القوات الرديفة لتقاتل داعش؟ أنا بدي أوصل الفكرة التالية، خليني بس أعطيني نصف دقيقة. تفضل. بالأمس كان هناك تصريح أمريكي بأن القوات الأمريكية موجودة في سوريا حتى الانتهاء من داعش، إذن بقاء الأمريكي في سوريا مرهون ببقاء داعش. جزء من الضرب أو العدوان الأمريكي بالأمس هو المحافظة على ما تبقى من جيوب داعش في تلك المنطقة. سيد مصطفى بالي، يا هلا بك معي، أطلنا عليك، ولكن يعني الآراء جدا مهمة ورأيك أيضا جدا مهم. أريد فقط أن أسألك، هذه المنطقة هي حساسة، هناك تفاهمات، نحن نعلم هذا الأمر، هل تم إعادة خلط الأوراق في هذه المنطقة؟ وأيضا الإعلان الرسمي الأمريكي يقول إن الضربة جاءت لدعمكم تحديدا وهي دفاعا عن النفس. السؤال هو لماذا جاء هذا الدعم الأمريكي لكم في دير الزور الآن وفي هذا التوقيت، في وقت خذلكم فيه هذا الدعم في أماكن عدة وآخرها في عفرين حسب تصريحاتكم وتأكيداتكم والبيانات التي صدرت من قبلكم؟ نعم، مرحبا بكم. فقط أريد توضيح جزئية صغيرة وردت في تقريركم في بداية النشرة، هو أن عفرين ليست القوات العسكرية في عفرين تتعرض لهجوم تركي. منطقة عفرين بكل أحيائها بشرا وحجرا وحتى حيوانات عفرين تتعرض لهجوم بربري تركي تريد استئصال الحياة من عفرين. تصريحات الرئيس التركي تؤكد هذا المعطى من خلال تصريحي بأنه سيوطن 3.5 مليون مهجر سوري في عفرين. لنتجاوز هذه الفكرة. لنكن في دير الزور. أولا، المستغرب أن المحللين السياسيين الذين يدورون في فلك النظام السوري هذا اليوم، وللأسف خطابهم يتماهى تماما مع الخطاب التركي في تبريراته حول الهجوم على عفرين. من يستمع إلى هذا الخطاب سيعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية عبرت نهر الفرات إلى الضفة الأخرى وحاربت المجموعات الموالية للنظام السوري، بينما العكس هو صحيح. هذه القوات إن كانت تحارب داعش فعلا وفي غرب الفرات، فماذا أتى بها إلى شرق الفرات وإلى حقل كونيكو وإلى المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية منذ أشهر؟ هذا أولا. تفسيره، هناك نعتقد أنه تفاهم بين النظام السوري برعاية إيرانية والنظام التركي لمهاجمة عفرين ولتحرير أو لإعادة منح الفرصة لداعش للانتعاش مرة أخرى. هذا أمر مؤسف طبعا. نحن في خطبة في دير الزور وفي كل مكان، يعني تزامن هذا الهجوم على قواتنا في دير الزور مع الهجوم التركي على عفرين وقواتنا تحارب هناك جزء من سوريا على النظام السوري أولا وعلى محادثاتك من دمشق، أن تقنعنا لمرة واحدة فقط أن سوريا تعتبرنا جزء من المواطنين السوريين وتعتبر أراضينا جزء من سوريا. لماذا لا تغض النظر سوريا، لماذا تغض النظر عن عفرين بينما ترسل ميليشيات إلى شرق الفرات لإشغال قواتنا؟ دعني أسألك، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية فقط هناك نقطة عالقة سيد مصطفى أنا لم أفهمها ولا المشاهدين، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تغض الطرف عن عفرين والآن فجأة لم تغض الطرف عما يجري في دير الزور، والأول مرة يعني تضرب قوات موالية للحكومة السورية وتدافع عنكم بينما تركتكم في مواقع عدة حسب أعود وأكرر حسب تصريحاتكم؟ ما الذي تغير الآن لكي تدعمكم؟ لا 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 لا، لا تصريحاتنا منذ البداية واضحة سيدتي. نحن قلنا أن مدينة عفرين بكل ما فيها من مواطنين كرد وعرب تتعرض ل إعادة احتلال الدولة العثمانية وفصائل تنظيم القاعدة المتحالفة معها وبالأسلحة الألمانية وأسلحة الناتو للأسف. طيب. عبرنا عن خيبة أملنا تجاه كل الرأي العام العالمي وليس الولايات المتحدة فقط، بما فيها ألمانيا الاتحادية وفرنسا وكل دول العالم التي كانت تعتبرنا حاملي حلم العالم بالدفاع عنه ضد تنظيم داعش الإرهابي، بينما هذا العالم الآن يغض النظر عما نتعرض له. دعني أسألك لكي أشرك أيضا ضيوفي في النقاش، دعني أسألك والإجابة لو سمحت باختصار شديد،
حضرتكم يعني هددتم الولايات المتحدة الأمريكية بالخروج من دير الزور إن لم تساندكم وتساند جميع الأكراد فيما يتعلق ب يعني كما تقول الاحتلال التركي في عفرين ولاحقا في منبج إلى ما هنالك. هل تعتقد أن اليوم الضربة والقول واشنطن بأنها تقف إلى جانبكم هي يعني أنتم حلفائها هي لاستمالتكم من جديد بعد هذا التهديد بكل صراحة وشفافية لو سمحت؟ أولا أنا أستغرب متى هددنا. هل المواقع الرسمية ومصادر الخبر الرسمية المتعلقة بقواتنا أصدرت هكذا تهديد؟ هذا كلام أنا أستغربه وأسمعه لأول مرة. لم نهدد أحد. ثانيا نحن لم نحرر جزء من بلادنا سواء كانت دير الزور أو الرقة أو غيرها كرما لهذه الدولة أو تلك. نحن سوريون تعرضت بلادنا لاحتلال ولاغتصاب من تنظيم داعش إرهابي وحررنا بلادنا. كون أن عفرين تتعرض لغزو همجي من تنظيم القاعدة ومن تركيا هذا لا يعني أننا سنتخلى عن المناطق التي حررناها. طيب عظيم، سأعود إليك لأن أريد أن أفهم أيضا علاقتكم الآن بحكومة دمشق. سأعود إليك، أبقى معي لو سمحت. أنتقل إلى ضيفي من واشنطن دكتور عماد عبد الهادي. دكتور، أيضا هناك اتهامات كما ذكرت الدكتورة أشواق عباس، صراحة هناك اتهامات روسية لواشنطن مباشرة بأنه هدف واشنطن ليس محاربة الإرهاب والقضاء على داعش بل هو لمصالح اقتصادية. نتحدث هنا عن دير الزور، نتحدث عن حقول الغنية بالنفط لأن الحادثة وقعت بالقرب من حقل كونيكو. ما أهمية هذه المنطقة الغنية بالنفط لواشنطن من هذه الناحية تحديدا؟ ولهذا جاءت الضربة. لا أعتقد المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة الآبار النفطية في هذه اللحظة تحديدا. روسيا سوريا في حاليا تعتبر على الأرض مقسمة. هذه مسألة لا يمكن لأحد أن ينكرها. ومن ثم كل منطقة تقع تحت سيطرة إحدى الفصائل أو إحدى القوى الإقليمية أو الدولية هي تسيطر عليها بكاملها بما فيها من ثروات. السؤال الأهم في هنا في هذا الصدد، لماذا اختارت هذه القوات الموالية للنظام وهي عبارة عن تشكيل على طريقة الحشد الشعبي الذي شكلته أيضا إيران في العراق؟ وجزء من الاستراتيجية الإيرانية لاستبدال الجيوش النظامية بالدرجة الأولى بميليشيات تابعة وموالية لها. للأسف الشديد هذه القوات التي شنت الهجوم تعلم أن هذا خط متفق عليه لا يمكن العبور إليه، وتعلم أن هناك قوات أمريكية. بالإشارة إلى كلام ضيفك الأخير الكريم أنه لا بد أن هناك تنسيقا ما بين تركيا وبين سوريا على هذا، وإلا ما هو سر الهجوم حاليا على قوات سوريا الديمقراطية في حين أن قوات حماية الشعب الكردية التي تتعرض للهجوم من قبل الأتراك استغاثت ونادت وناشدت الحكومة السورية بأعلى صوت لكي تنقذها كمواطنين سوريين، ولم تحرك الحكومة السورية ساكنا. هذا رغم أن نائب وزير الخارجية سبق وأن أعلن أن الطائرات والدفاعات السورية ستتصدى للطائرات التركية ولم نسمع أو نرى طلقة واحدة أطلقت عليها. فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أمريكا ليس لها وجود بالدرجة الأولى في عفرين، وليس صحيحا أنها غضت الطرف عن العدوان التركي. هناك إدانات واضحة وصريحة، واليوم كان في مجلس الشيوخ جلسة خاصة في شأن مع عملية عفرين، وكان هناك شهود عيان من المنطقة وأدلوا بأصواتهم وشهاداتهم حول الجرائم التي ترتكب من قبل القوات التركية والقوات المحالفة لها قوات سوريا الديمقراطية. هذا هو المخطط التركي بالدرجة الأولى الذي لا يلتفت إليه أحد، ومن هنا تعتبر الضربة الأمريكية رسالة موجهة لتركيا التي تسعى للأسف الشديد لدق إسفين بين الأكراد والعرب السوريين، لأن من يقاتلون معها مع الجيش التركي هم قوات سوريا الديمقراطية. دكتورة أشواق عباس، اختلفت الآن التحالفات، دمشق الآن تتحالف مع تركيا وأيضا إيران ضد ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية وأيضا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا كما نعلم هي تقف بين جميع الأطراف حسب مصالحها. ما رأيك؟
يعني لا أريد أن أفهم أو لا أريد أن أبرر أو أستوعب لماذا كل من ضيفيك يحاولان أن يروجا الآن فكرة أن هناك تنسيق سوري تركي. لا يوجد أي تنسيق سوري تركي، وهو لا يوجد أي نوع من أنواع التنسيق بين سوريا وتركيا. نعم الروس هناك يعني في حال وجود تركيا في أي مكان سواء بأستنا أو غير أستنا كقوة كدولة ضامنة هذا بسبب الحليف الروسي، أما سوريا كدولة وكشعب لا تثق ولا تريد أن يكون هناك أي تنسيق حاليا مع الدولة التركية حتى تتوقف الدولة التركية عن عدوانها سواء منذ اللحظات الأولى لما جرى في سوريا وحتى اليوم. هذا أولا. اثنين، لذلك يعني أنا أتمنى أن يعني أن يغرد البعض خارج إطار توجيه اتهامات تجاه الدولة السورية. اثنين، طيب إذا كان هناك يعني هناك كما يقول أيضا ضيفيك أن هناك هجوما من تلك قوات التحالف على قصد، فأين هي نتائج هذا التحالف أو هذا الهجوم؟ عفوا لم نسمع إلا بعدوان الأمريكي على هذه القوات، ولم نسمع أن هناك هجوما من تلك القوات على قصد وأن هناك من قتل في هذا الهجوم. النقطة الثالثة، وأنا هنا أريد أن أنبه ضيفك من أمريكا، لا سوريا ليست مقسمة، وإذا كانت هناك قوة احتلالية الآن بسبب هذه الحرب الكبرى على سوريا وهذا يعني هذا التآمر الكبير على سوريا، فهذا لا يعني أن تلك القوات المحتلة تمتلك الحق بالثروات الموجودة على الأرض السورية أو أنها أصبحت ملكا لها، ويحق للدولة السورية متى أرادت وكيف ما أرادت أن تحرر أراضيها، لا بإرادة أمريكية ولا بغير إرادة أمريكية. النقطة الأخيرة اسمحي لي هون أنا أيضا أن أقول لك العبارة التالية فيما يتعلق بقوات قصف في عفرين. كانت هناك تعويل كردي بين تلك القوات على أمريكا، لكن عندما أمريكا لم تحرك ساكنا تجاه عفرين لجأت إلى منادات الدولة السورية، وكان هناك حراكا روسيا سوريا قبل أن تدخل القوات التركية كقوات احتلال إلى عفرين بالتنسيق مع الحكومة. الأكراد هم من رفضوا، واليوم هم من ينادون الدولة السورية لتقوم بواجباتها بحماية الدولة السورية وباعتراف الأكراد أنفسهم. كل السلاح الذي يتم استخدامه الآن هو من تمويل الجيش العربي السوري. سيد مصطفى بالي، لو سمحت أريد تعليق على هذه النقطة، أريد فهم العلاقة الآن بينكم وبين القيادة السورية دمشق تحديدا. أنتم رفضتم المساعدة بعد أن طلبتموها وأسلحتكم هي من الجيش السوري الحكومي، أعطيني لو سمحت صورة واضحة عن هذه العلاقة بينكم. نعم، هذه المغالطات التي تحاول تسويقها محادثاتك من دمشق وكأن المسكينة ما زالت تعيش في العام 2010. أعطيني المعلومة. الأزمة انتهت وسوريا بخير. والمعلومة، أولا قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية في عفرين لن تقبل ولم تقبل وفي المستقبل لن تقبل بعودة المساعد أول أبو فلان أبو علان إلى عفرين، هذا قطعا لن يحدث. تمام، نحن جزء من سوريا، وفيما إذا كانت بحسب منطق محادثتك من دمشق تعتقد أن الدولة السورية يجب أن تعاقب الكرد السوريين لأنهم لم يسمحوا للمساعد أول في الأمن العسكري أن يعود إلى عفرين، وبالتالي تغض الظرف عن هذا الغزو الهمجي لتنظيم القاعدة والدولة التركية على عفرين، فهذا في المفهوم السياسي يعتبر عهر سياسي. قوات سوريا الديمقراطية لا تتلقى ولن تتلقى لا سابقا ولا الآن ولا في المستقبل الدعم العسكري من ما يسمى بالجيش العربي السوري، هذا كذب محض. نحن قوات. ما الذي حدث لكي تتأزم العلاقة؟ ألم تحاربون جنبا إلى جنب ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية؟ نحن نحارب داعش في مناطقنا ولم نحارب جنب إلى جنب، لا يعني ذلك أننا على صدام مع هذا الجيش النظام السوري. كانت هناك لهم معاركهم على ضفة نهر الفرات ولنا معاركنا، هذا لا يعني أننا كنا حلفاء في أي لحظة، وهذا لا يعني أننا غير منفتحون على أن تكون هناك علاقات. نحن بالنتيجة جزء من سوريا هذه التي تحتاج محادثتك. متى تكون العلاقات جيدة؟ ما هو الشرط؟ 30 ثانية، ما هو الشرط لكي تكون العلاقات جيدة؟ الشرط هي أن ترفع الغشاوة عن الأعين ويعتقد ويؤمن بأن هناك مشكلة في سوريا بحاجة إلى حل. طيب. إن لا تكون سوريا مقسمة فلتتفضل ضيفتك بشكلها. دكتورة أشواق عباس، بقيت لدي 30 ثانية، أريد رأيك لو سمحتي ونختم معا. نعم،
يعني إذا كنا نحن عم نقيم العلاقة لأنه في مساعد أول، فأعتقد قديش نحن عم نحاول نشوف البلد أو أزمة أو الحرب على البلد بإطار شخصي أو حقد شخصي، هذا واحد. اثنين، نحن ما بننتقم كدولة سورية من الأكراد، لا، الأكراد هم من رفضوا أن تكون يدهم مع يد الدولة السورية، والدولة السورية مصرة على أن أفرين جزء سوري وستدافع عن الأكراد لأنهم مواطنين سوريين، هذا نحن عم نحكي عنه اليوم. لكن المستغرب اليوم أن من يدافع عن أمريكا هو نفسه اللي تخلت أمريكا عنه. عفرين ستعود إلى سوريا وكل الأكراد مواطنين سوريين مثلهم مثل أي مكون سوري آخر على أرض السورية. شكرا لك دكتورة أشواق عباس، أشكرك أيضا ضيفي من واشنطن دكتور عماد عبد الهادي، أشكرك على هذا التحليل. سيد مصطفى بالي، أشكرك أيضا على وجودك معي في المسائية. مشاهدينا الكرام، الشكر لكم، ابقوا معي للجزء الثاني من المسائية، نتحدث عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية.